باش نوضحوا يعني المشاهدين الخبر الثقاله يعني والخبر الثقاله ما يعني ما كيناش يعني 100%. هو كان اتصل بي الصديق قلت لي انا راه عييت بصراحه راه غنقدم الاستقاله ديالي وغنمشي يعني الزات تحطات. اما بالنسبه لسيغموندي غاموندي اول حاجه يعني هو قبل ما غيكون مدرب يعني تنشتغل معاه هو اصلا صديق واشتغلت معاه في الدوري الخارجيه صديق عزيز عليا بزاف بصراحه يعني لسوء تفاهم توقعوا ما بين اي اطار او اي اطر الحمد لله يعني ما كاينش حاجه اللي خايبه اللي غتخليني يعني اللي غتبقى يعني عندي شي مشكل مع غاموندي ولا نعم. اذا الاستقاله غير وارده ما كاينش استقاله نهائيا ديال زكريا شحال كيبقى دائما بين الاطر التقنيه اللي كتشتغل داخل الفريق حسيت اكاديمي. شكرا لك سي كمال.